انا الا كانت لعبه الوداد ولا الرجاء خارج المغرب ولا داخل المغرب تنحسبوا فريق وطني، ما كاين فرق. وسمعنا دابا شي جدل نايض ما بين الاهلي والوداد، انا ما عرفت كيفاش بعدا تدخلوا هذا اللي دلو الناس بهذا الراي، باقي ما عرفناش النتيجه النهائيه. تنعرفوا النتيجه النهائيه بان الاهلي تاهلات عن جدارة واستحقاق، والوداد تاهلات عن جدارة واستحقاق، ولو ان النتيجه محسومه. الوداد ربح بثلاثه مثلا والاهلي باربعه، ياك يعني النتيجه واحد 98% باينه، ولكن الظروف الوداد يعني المباراه تتلعب على الدقيقه الاخرى، باقي واحد 90 دقيقه ما نعرفوا شنو كاين. كانت البارسا اللي تتعقلي على البارسا كانت لعبة مع ليفربول ربحوا عندهم اربعه، ومني مشاو ليه تاهلت ليفربول. دونك كاين الرياضه ما فيهاش هذا غيتاهل ولا ما غيتاهل، ولكن الى اقتضى الحال وتاهلت الوداد وتاهلت الاهلي حنا راه بحال بحال، فايتين اللاعبين ديجا هذا عند الوداد وفايتين اللاعبين عند الاهلي. يعني بالنسبه لي انا هذا ماشي مشكل، هل بيديروا لنا الصفر ويضا ويخلقوا لنا ويشجعوا لنا شي اعداء اخرين اللي حنا لا داعي لهذاك المشكل. حنا اختي من في نظري انايا حنا فهمتي الدول بحال بحال كاع الدول العرب بحال 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 المغرب بحال تونس بحال ليبيا كنا مسلمين فيما تلعب هو هذاك، المهم حنا نتفرجوا في الماتش واللي ربح حنا راه شوف روح رياضيه حنا خوت فهمتي، كي الوداد كي الاهلي المصري كي الترجي التونسي كي داك سميتو كي الوفاق الصيف بحال بحال كاع ما كاع مسلمين كاع دول عربة فهمتي، دول عرب بحال المغرب بحال تنطم في مصر بحال تنطم في الجزائر، حنا نشوفوا غير المتعه الماتش واللي ربح الله يعرضوا السلام. هذا ما نقول حاجه باينه حيت خايفين يتعاود السيناريو ديال 2017 ودي اليوم الوداد العصبه في كازا ضروري دي الوداد ديما وداد. ايوا هاد الوضعيه اللي عايشه فيها مصر عرفتي حاقدين علينا على المغاربه فهمتي ولا؟ ايوا شنو نقول لهم؟ ان شاء الله مربوحه الوداد وصح. ايوا على قبل اش نقول لك؟ اش جاتهم المراره خويا وصاف، جاتهم المراره من عند المراره كاصاف ما كيحملوهمش داك الشيء علاش؟ وديما وداد. ماشي المهم هو الماتش فين غيتلعب، المهم هو نتفرجوا في كوره نشوفوا الفرقه اللي غادي تلعب ونشوفوا شكون اللي خلى داك المصر شكون اللي عنده في رجليه. حيت حنا كنعرفوا فريق الوداد من واحد الوقيته فريق في مستوى، الوداد فريق الوداد فريق في المستوى، ماشي مشكل نشوفوا الوداد فين غادي نشوفوا فين غتلعب ولا يعني بحال بغيت نقول لكم واقيلا لقاوا سبه، لا واقيلا لقاوا سبه فين بغاونا نلعبوا في حمام لاعبين في دونور، راه ارضيه ارضيه اللي عنده في رجليه، راه ارضيه ارضيه كيلعبنا هنا كيلعبنا في الاوروب كيلعبنا في غازو غازو. إذا اش كاش واش بغاو يقولوا زعما المستوى ديالنا حنا ما مساعدناش زعما الارضيه ديالنا هنا، بالعكس لعبوا عندهم هما ان شاء الله كاع الا بغاو الا انا بغاو يديروا لي خاطري لعبوا عندهم هما تما وغنربحوا ان شاء الله الماتش، حيت الوداد عندها مصداقيه وعندنا الثقه فيها كبيره. واللي بغيت نقول اي واحد يكون محايد، اي واحد يكون محايد فهمتيني ولا لا؟ المحايد اللي كنهضر عليه اليوم وهو انا معروف عند الجمهور المغربي كله بان اكشواني اول مره غيقولها ما عمرني قلتها، ودادي بير الدم ديالي يلا غيعرفوها الناس كلشي غيعرفها، الدم ديالي والعروق ديالي كتجري فيهم لواحد شي حاجه سميتها الوداد، ديما وداد ديما وداد. ماشي مهم فين غنلعبوا، هو المهم غنلعبوا كره. علاش كيفكروا فحال هكا قالوا غنجيبوا متيران عندنا وغنربحوهم؟ ها ولا الا كان الماتش هنا في دونو راه كيربح